كما قال ربنا في كتابه الكريم: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وجيء يومئذ بجهنم. قال العلماء: حين يجاء بالنار لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه من شدة الهول. في صحيح مسلم من حديث أبي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى بجهنم أي يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. ولهذا قال الله: وبرزت الجحيم للغاوين. قربت، يجاء بها، يجاء بها يوم القيامة. فهنا تجثو الأمم حتى لا يبقى أحد إلا ويجثو على ركبتيه، حتى يقول الرسل: نفسي نفسي نفسي، من شدة الخوف، حتى لا يلتفت أحد على أحد، ولا يلوي أحد على أحد. قال العلماء: حتى عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني لا أسألك اليوم، مريم أمي، وإنما نفسي نفسي، من شدة الخوف. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كلام كفاح، يسمعه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، لا يرى إلا الأعمال، وينظر أشمال أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. أمامه جهنم، وهو على الشعر ينظر إليه. الكفار هناك يشتد ندمه حين يقفون على شاطئ النار. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد
ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. انظر إلى أمنيتهم هناك، يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا. ونكون من المؤمنين. هذا شوقهم وهذه أمنيتهم، لكن هل تنفع الأماني في ذلك اليوم؟ لا لا. وهنا يتقدمون ويأتي قرار الله فيهم. الله يقول في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، هذا العذاب. يا معشر الجن والإنس أليس هذا بالحق، أليس هذا العذاب بالحق بما عملتم من أعمال وبما ارتكبتم من معاصي وبما وقعتم فيه من جرائم؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب. فذوقوا يا من كنتم تتذوقون المعاصي، يا من كنتم تتذوقون المعاصي في الدنيا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ذوق هذا من جزاء الأعمال التي عملتموها. حرم الله الربا فأكلتموه، حرم الزنا فوقعتم فيه، حرم الكذب فقلتم الكذب، حرم الظلم فظلمتم، أمركم بالصلاة فتركتموها. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ذوقوا. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي.